يبغى نسويها مع بعض، ما تخجلون عندكم كومنتات، اقرا كل كومنتات. اي يا ساتر انتقل. امي why are you running why are you running السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبادي ازهير في حلقة جديدة. قبل ذلك كلها حاب اشكركم على الدعم الاسطوري قد قدموا لي حلقتنا الماضية. صراحة الحلقة الماضية صراحة فاجأتوني بعدد اللايكات ومشاهدات الزينة. بنحاول نوصل ذي الحلقة يا شباب، نزود شوي، يعني اذا وصلنا 300 لايك 350 يمكن خلنا نوصل 400 لايك. نبي نوصل 400 لايك يا شباب. الحين كل واحد يضغط لايك الحين، وبعد رجعت كذا سلسلة جديدة اليوم، كذا لكم سلسلة جديدة الحين، فكل واحد يضغط لايك بسرعة. والمهم شغل الجرس، يشغل الجرس عشان كل شيء انزله سريع يجي. اوقات انزل بالكوميونتي بعد، اوقات اسوي بثوث، فقبل اسوي بث اقول لكم انا ذاك اليوم راح اسوي بث، ذاك الساعة راح اسوي بث، فعشان تكونوا موجودين. اذا يجي البث متأخر كون راح للبث نصه كامل، فلحق البث بانك بس تشغل الاشعارات، هذا اهم شيء. اليوم رجع لكم مدات، اوكي؟ جمعت لي كم مد انا؟ اوريكم دين، اوريكم المدات. اوب وين المد اوبشن؟ او هذه اللي بيوقف شوي. جمعت لي كم مد، في مود زواج، مود حق الجينات، حق مود حق الاكل، مود شنو هذا الاكل، مود حق شو اسمه سبحانك البويمات الجديد، يسوي لك بويمات. شوف شوف البويم، بلا شوف البويم الخرافي هذا، شوف شوف الشجار يزين يا رجل، شوف كم لون، شوف الخريطة بعد ومد خريطة. ففي كثير كثير مودات، وفي مود أسلحة بعد مرة خرافي. فان شاء الله المود راح يعجبكم يا شباب. بداية بسيطة كودي ان نغير، ودي وحبيت اني اجمع، شفت شوية دروبات ان توقع ترندر عالم جديد، فاكيد دروبات بسيطة راح تجي. بس يعني الان مركب تفاين، يبغى يركب تفاين. وفي مود زواج شايفين هذي، نضغطها راح يرسمني راح يرسمني القرية حقت المود الزواج هنا. ما علينا حاليا، اوكي جاي نضرب. هناخذ البونس تشيست، اهم شيء انه في اكل، هذه نحطها فوق جنب، لازم ما نضيع هذه ابدا، ونحاول انه ما نموت. واذا عندكم اقتراحات ثانيه تبون نسوي احط مدات ثانيه اشياء كذا، قولوا لي اياها وراح نسويها يا شباب، ما في اي مشكله. قولوا انتم بس قولوا لي اي مود، كتبوا لكم اي مود كذا، وانا راح اسوي اضرب مره ثانيه. حلو، حاليا ودنا نعطي استكشاف كذا بسيط على المنطقه. انا اعتقد اني راح اسكن في هذه المنطقه، لان صراحه المنطقه هذه مره احبها، اشوف الشجر كيف لون والاشياء هذه. ممكن اروح لهناك بعد، خلينا نستكشف كذا. وايش الاحمر هذا؟ قرون، خلينا نروح نشيك. فاول حلقه ما راح يكون فيها، اوكي شكله في شيء تحت هنا، هذه ايش؟ ساند. وش هذا؟ البويم اوي بلانتي هذا، بس ما اعرف ايش هذي. فمثل ما قلت لكم، اللي عنده اي فكرة مدات كذا يبغانا نسويها مع بعض، ما تخجلون عندكم الكومنتات، اقرا كل الكومنتات. اي يا ساتر، اوف 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 امي امي شت. معليش صوت عالي، قاعد يطلق علي ذا، وات اي وضع ذا، والله مره متحمس. خرش اهلي، هذا من مد الاسلحه اعتقد. تدرون لو نقتله ناخذ سلاحه؟ تدرون انا ودي اسوي لي سيف. دقيقه نقتله ناخذ سلاحه يا شباب، يقطع ام الفلم. بدايته كذا ناخذ سلاح، ناخذ حبتين ستون بس. وفي مد حق دروع بعد، اللي يقول لي في مد حق حيوانات، شيء ما ادري ايش كان اسمه اصلا. صارت لي مشكله فيه، كل ما اشغله يكرش عليه، ما ادري ليش. لكن ذاك حق الاسلحه يبغى نروح له نضرب، نجرد اهله كذا، ناخذ سلاح منه نروح عند ذا. وينه وينه وين؟ تعال تعال تعال، وينك؟ هذا هذا هو. والله يدمج والله مره يدمج الشباب هذا. اوف اوف والله مره قوي ذا يا هل. والله مره قوي. وات
والله معضل عنده سلاح بمغرب بطت فيني شت الحين بدا موجود ده. والله اني مسالم والله اني مسالم والله اني مسالم يا كلب يا كلب لا والله قوي يا عيال. طيب شو رايكم جمعنا بس خشب عشان نبني كذا بناء فورتنايت كذا عيال. المشكله ايش مره قوي يعطي اتاك قوي مره والله. انا خرجت وبط صوت شويه شباب بط صوت شويه مره السنه مره عالي يلا مره عالي الصوت ليش اهم شيء خلينا نضربه كم ضربه بس هذه نضربه كم ضربه هل اكثر من مره يمدينا نقتله والله من بعيد يطلق لي والله اسف والله اني اسف والله اني اسف سيفي اهم شيء. طيب 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 وهذه لا تضيء علينا بعد شوفوا جيجي 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 اوف والله قوي يا عيال والله مره قوي ذا معليش انا خايف اضيع لك كريستاله حقت اللي اسمه حقت مود زواج اهم شيء يا رجل اوف اي جاب شلته ذا جاب الشله حقته وات هذا جاب الشله حقته ما تفهم ما اتفقنا ايش بنا والله جاب الشله حقته ذا اوف ما يتفاهم اقسم ما يتفاهم ربي هيا قاطعوني 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 ها قاطعوني علي قاطعوني علي والله انا اسف والله انا اسف والله انا اسف والله اني اسف والله اني اسف والله اني اسف والله اني اسف ما زودت شيء يا شباب هذه اهم شيء المشكلة ما ابي اضيع اوكي اوكي شوف حركة مشكلة ما بيقتل واحد يا خلاص ما بيقتل ابي انحاش والله بمشي بس هذا هذا اوه ماي جاد 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 والله يا اخي يا شباب تدرون انا عندي حركة يا شباب شوف شوف لو نزلته هذا 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 ابي ينزل ابي ينزل كيف هذا هو نزل تعال تعال اقتلك براحتي فاهم الحين اقتلك براحتي اي هات سلاحه قاعد سلاحه اقطع ام البلة يا شباب شوفوا 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 يا شباب شوفوا اوه جيت فرج ليك يعني والله جيت فرج ما شاء الله عليك الحين انتقم منكم يا كلاب انتقم منكم تعوروا هات سلحتي شوف الأسلحة بالله شوف الأسلحة من بداية أول حلقة كذا أسلحة غرفية شيخ يقطع أم الفلة يا رجل شوف 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 مين قاعد يطقطق على يمين وين خوياكم ذولي وين خويكم حشت الحين هذاك في هناك ناس بس ما بتهرش مجان ما نجري والله آسف والله آسف بكسر بس هذي طيب شو رأيكم نحاول نقتل أوه كم يقول لي كم آمو فيها كم طلقة فيها ما يقول لي ودي أحاول أقتل بقرة فيها بس يا أخي اللي بنحافظ عليهم عشان يضربوا على هذول علينا فهمتوا اللي هذولك الوحوش الشريرين كم خلني بس اتعلم على مد الاسلحه على اجدكم جد اصبروا لي شوي اصبروا لي شوي اصبروا لي شوي وهات قاعد توت لا تقلي هذا توت يا رب توت ايش هذا بلو ميلك ايش اوه تقدر نوع من انواع الفطر ما اشرمس كيف يعطيك نوع من انواع الفطر؟ عندنا اسمه في سوب اللي هي شوربة اوكي خلنا نقتلها تعال تعال حاول نجمع لنا اكل قدر الامكان بنحاول ان بالحلقة الاولى ما راح نروح ندور على صديقتنا حبيبتنا اللي راح نتزوجها نكمل معها السلسلة الجميلة هذه ببدايه ما ودي اول في 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 بده يجمع علينا تعال 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 تجمع علينا او ما في ما في ما في اسلحه ما في طلق هذا فيه اوه ما في طلق هناك بتعيد
اوكي ما حد مات توه وقفل التصوير. ما ادري كيف فجاه كذا قفل التصوير. ما ادري هذول يغشون اعطونا اسلحه ما فيها طلق. شك والله ايمو اقسم بالله اسطوري ايمو. تعال اوقع بالحفر اللي وقع فيها اخوي هناك. تعال والله من بيد يطلق علي والله من بيد والله اني اسف ايش جابك انت والله كنا بنحرك المطعم الحق علي. ابي يموتني يموتني طش راسك كلب حيوان. علمك انا علمك علمك. تعال 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 كم هير بيبي كم هير يبي يجي. تعال تعال كمل كمل طريق كفو. تعال تعال كمل وقع بحفر شكله غبي كيس ابوكا. هاي والله قلت لك والله كيف يطلق ذا. حسيت الامو حقه خلص. طيب يلا موتني موتني كفو كفو الحين افر هاد كذا دوار كبير عشان اوه ايش هاد اكل. يا ليل يا ليل يا شباب شوفوا كم واحد شوفوا كم واحد بالله عصابة. وبعدين والله ما ادري هذول بيسوي معركة معهم مرة كبيرة في ضربات ما ادري ليش. المهم راح احاول اخلص المعركة هذه بينهم اخذ اغراضي واروح منطقة ثانية واروح كذا بعيد عنهم ف راح اخلص المعركتي معهم وارجع لكم. اوكي رجعنا لكم يا شباب. طبعا والله معارك معهم معارك سحبتهم لين راح بعيد رحت لفيت اخذت اراضي وجيت سويت السرير فهمت وبعدين صحيت الحين جمعت شوية فود يعني جمعت لي شوية فود كذا وبلشت قدامنا قد قرية الحين مسكت القرية معك كذا سريع نسكن فيها اعتقد كبداية. اوه كان فيها ناس وفي قرويين اوه شيت اوه شيك الكريستال راحت ما راحت. اوه هلا بالزين هلا هلا كيوت 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 شوفوها. ما نبي نتكلم مع ناس ما نبي نتكلم مع بنات سكوزمي وما نبي ايش في ايه المفروض تكون المفروض تكون ولد ولا بنت. الله اكبر ما ادري ما ادري. هلا بسكان القرية يا الزينين راح نسكن معكم الين الحلقة الجاية ان شاء الله. كيش بوب حقكم من الحين بسكن معكم طلبينا استر احنا نبي نسكن بس كيش بلاد اكلمها من الشباك اطلع برا. اف والله اسف ما تكلمت وش صار. هذه القارب طقه يدفو اسفي ما سويت شي انا. ايه من قاعد يطقنا من قاعد يطق يو هذه مزه شباب ما بي اوكي في شيء قاعد يطقنا ما ادري ايش هو. طقنا مره ثانيه طقنا من سكان القريه قاعد يطقونا قاعدين يقلعونا برا والله ما ادري عنهم. المهم انه والله في حيوانات كثيره مره كثيره. هرجع القريه عرفت كيف افتح من الماب ايش كانت اتش عفوا جي جي هذه حط عليها واي بوينت. كيف احط واي بوينت قلت لكم ترى القريه جديده ما اعرف لها. هذه فولو لا مو فولو اوتو سيف ماب ديليت ماب ريسيت تريش واي بوينت ابي هنا. طيب انا هنا نروح عنده حط واي بوينت يعني والله ما ادري. خلنا نقول جاي حط واي بوينت نيو ون حط هنا نكتب فيلج ذي يعني فيلج خلاص انتهينا سيف تمام. الحين نشوف مشينا في فيلج شايفينها فوق بالخريطة يب يب يب. اوكي الحين نحرك في مدري شكل البويم هنا حلو ذا خريطة هذا البويم. تقريبا وصلنا على
البي ماذا؟ هدي شو صراحة؟ اوف ثوان، يكون هذي قاعد تدمجني. شو هذي كاكس صغير؟ اوكي بعرف ايش هذي، هذي شو نسوي فيها طيب؟ نحطها بس كذا. اوه والله في كثير منها. يكون هذي مثل انك شو اسمه؟ انك تذكر انك جمعت رحت على كل البويمات اللي في سبحانك في المود هذا، انه في بويمات مره كثيره. على ما اظن كذا ترى. يبغاني نشيك عليهم واعرف كيف يسوون ذول يبثر اهلي، كيف اسويهم ونبدا نجمعهم مع بعض. اوكي بس الوقت خلني اشيك على الاسلحه، اشيك على الامو حقها كيف يصير الحين. هذا الاتاك دمج حقه 7.5 اوكي، هذا الاتاك حق دمج حقه 5، هذا اقوى. حلو اوكي خلينا نشوف الماجازينز. اوكي ينفع الاثنين، 10 دي تساوي 39. خلينا نكتبها 10 ار ان دي 9 ضرب 39 وهذه كم نسوي؟ اوه وش دولي؟ ستيل انجوت ستيل بليد. اكل بليد كم نسويها؟ وات تقدر دولي يبغى نروح كيف؟ ستيل انجوت اوكي ندير بس نسويها بكذا. والله شك يبغى لها كيف يا شباب، هذي يبغى لها كيف. اروح كذا خلف الكواليس على كيف ونروح نستكشف الكيف والاشياء هذي. انا صراحة في اورات بعد جديدة يعني، شوفوا هذاك اور جديد ما ادري كيف زبدنا في اورات في اور جهائم هذا نفسه. فيبغالي اروح كيف كذا خلف الكواليس بعد اجمع لي شوية اورات جديدة. فا يبغالي شوف والله لازم اظن ان هنا بويمات نعرفها. وين المي من ما براح؟ الو وين اختفى من الماب يا شباب؟ هذا الماب كذا، هذا اللي كنا هنا حنا صرنا هنا رحنا لهنا. والله ما ادري وين راح علمكم يا شباب. يبغى لي بدي اعرف كيف رجعوا. يا مشاكل بديتها. يلا حاليا هنا الحلقة. اذا عندكم مدات تبون اضيفها اكتبوا لي اياها بالكومنتات يا شباب، وعندكم اراء جديدة افكار جديدة اي شيء اكتبوا لي بالكومنتات، راح تفيدوني يا شباب، راح الاستسر راح تتطور. اللي باقي اني اركب الاوبتيفاين هذا اللي راح اركبه الحلقه الجايه ان شاء الله الاوبتيفاين. ما ادري نسيت بديت الحلقه كذا وتذكرت اني مو مركب الاوبتيفاين. ايش هذه هناك؟ خلينا نكتشف الحلقه الجايه يا شباب. الحلقه الجاي نبدا نتكلم من هذه حول المنطقه هذه ونستكشف هذا الشيء الجميل ايش في داخله، ما ادري صراحه ايش في داخله. ف هذه كانت الحلقة، إن شاء الله عجبتكم الحلقة، وما أدري الآن ما عندها اسم الحلقة، ممكن تلقوا بالعنوان لها اسم، لكن الآن ما حاط براسي اسم، وإذا عندكم اسم بعد قولوا لي بالكومنتات. كما قلت بعد نشوفكم الحلقة الجاي في أمان الله.